اعتز وافتخر انا بوجودي وياكم. تمام، الله يحفظكم يا رب. سأل المكاني لما بده يقدم للعمل كان في مقابله يسووا له اياها. سالم مكاني لما بده يقدم للعمل كان في مقابله. نشكر الاخ الجلال اللي قام بالعمل هذا الرائع، اضافه يعني هاي ممكن ان توصل الطفل والكبير والصغير الى مرحله الامان والاستقرار، وان شاء الله التوسع بالعمل، التوسع بالجهود المبذوله من قبل المواطنين. شكرا. انتم سووا مجموعه اربعه طالعين عوائق اللي ممكن تواجهكم اثناء ما انت بدك تحقق هدفك، اكيد تواجهك عوائق. لما بدك توصل لهدفك اول شيء عليك لازم انك تحدد المشكله اللي تواجهك. ما في مشكله افضل، عرفت؟ يعني هذا دليل انه لما نحدد الاولويات اكيد. سوينا ورشه، كان عنوان ورشه التخطيط والخطه الضروريه لازمه لاعاده الحياه لمجتمعاتنا في مرحله ما بعد الحرب. كان تفاعل جدا ايجابي من الحضور. كان التركيز على اولويات الاستقرار، الامان، العمل، الاطفال، تعليم الاطفال وحمايتهم، الدعم النفسي للاطفال. بنهايه الورشه سوينا مجموعه اعمال صغيره، كان مقسم من خمس مجموعات وتمرين عملي، حددوا الاولويات، خططتهم اللي حتى يحققوا اهدافهم وكيفيه الوصول اليها، شو العوائق اللي ممكن تواجههم اثناء تحقيق اهدافهم، بالاضافه للجهات اللي ممكن تساعدهم. تمام، ما شاء الله، يعني انتم الله يكرمك. وان لا يكون لدينا احباط وتفكير سلبي، وان لا نيأس من